تحاول الشركات المعنية بثياب الرياضيين البحث عن طرق للتفوق على الطبيعة وجذب الشارين، وهنا يأتي دور التكنولوجيا. بيرغهاوس، نايكي، أديداس، نورث فيس وغيرها من الأسماء الكبيرة وظفت العلماء في المختبرات من أجل تحقيق هذه الغاية. تعالوا معي إلى أحد المختبرات في ساندرلاند لنرى كيف تعمل على تطوير تقنيات هذه. دكتور جولي، ما هي التكنولوجيا التي تستخدمونها في هذه المنتجات؟ نستخدم في منتجاتنا داون، وهو الريش الذي يستخدم عادة في الوسادات، أو بريمالوفت أو النفناف الممتاز، وهو منتج اصطناعي بديل. والريش يعد أحد أفضل المواد المتوفرة، فيه نفناف عالي الجودة يلتقط كمية كبيرة من الهواء، فتتجمع الكتل وتحتجز الهواء، كما يمكنك ضغطها حتى تبدو سترة صغيرة الحجم مع الاحتفاظ بميزة الانتفاخ حين يعاد فتحها. المشكلة في الريش أنه عندما يتعرض للرطوبة تنهار حبيباته فيفقد كل ألياته الصغيرة، وهذا سبب استخدامنا بريمالوفت، وهو بديل اصطناعي يعد الأقرب إلى النفناف الطبيعي، يتكون من جزيئات بوليستر قصيرة تعمل على تحفيز النفناف. لكن البريمالوفت لا يملك مزايا الريش، لذلك فإن إحدى التقنيات الجديدة التي نعتمدها تقوم على علاج بالماء للنفناف حتى نمنع انهيار كتله، وبالتالي يحتفظ بخصائصه لالتقاط الهواء، فتكون له كل خصائص الريش لكن بمقاومة أعلى. هل هي التكنولوجيا نفسها التي نراها في كل المنتجات لدى مختلف الشركات؟ التقنيات تختلف قليلا من شركة إلى أخرى. البرتكس والجوتكس تقنيتان ننصح بهما وتستخدمهما شركات أخرى. ننصح باستخدام أقمشة بها تقنية DWR، أي تقنية المضادة للماء. قماش أسغارد ابتكرناه ضمن مشروع قاده الرياضي الشهير ليو هولدينغ الذي نرعاه، وهو قام بمهمة استكشافية إلى جزيرة بافن في كندا، حيث تسلق جبل أسغارد وكان الطقس أكثر برودة مما توقع. الأفضل أن تذهبي مع الدكتور دان إلى المختبر ليشرح لك عن الموضوع. هذه آلة تختبر مدى مقاومة النسيج للماء. لدينا القماش هنا، وهو نفسه الذي نستخدمه في الملابس المضادة للماء. إنها آلة بمقاييس عالمية موحدة، 250 ملغراما من الماء. نسكب الماء على القماش وترين أنه يتدفق إلى مستوى معين. نزيل القماش ونحلل نسبة الماء التي اخترقت والنسبة التي تمت مقاومتها. نكرر هذه التجربة بعد غسل القماش لنرى إن كان ما زال يعمل. نختبره قبل الغسيل وبعد الغسيل. حسناً، هذا الريش العادي وهذا النفناف الاصطناعي المضاد للمياه. إذا أضفنا الماء إلى كل منهما يطفو النفناف مع الهواء المحتبس. تضيفين الماء نفسه إلى الريش العادي، وبه أيضا هواء يطفو بدوره ويحتفظ بجفافه مدة أطول. الفرق بينهما أنه حين يتغلغل الماء بين الريش يبدأ النفناف العادي بالانهيار، فيما يطوف الاصطناعي فوق الماء. هنا آلة تفحص الهواء ومدى مقاومة القماش للبرد. لدينا سهم في كل من الأنابيب الأربعة، كل بسعة مختلفة. الرفيع منها يؤشر على مدى خرق الهواء بنسب ضئيلة، والواسع هو للقماش غير المقاوم للهواء إطلاقا. يرتفع السهم وينخفض بحسب القدرة على مقاومة الهواء. قد لا تكون هذه الأقمشة مقاومة للمياه 100%، لكنها على الأقل بداية الطريق. وإذا أردت أن تكون دافئا كالدب وخفيفا كالطائر، عليك بمتابعة هذا التقرير.